مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي كان فيه مستجد مهم في موضوع أول اتصال هاتفي بين إيمان والأم البيولوجية اللي كان فيه جوج دقائق، مشاهدينا الكرام أنا شخصيا أعتذر لم أكن على ما يرام في هذاك الفيديو، لأنه قبل أن تكون في أي مهنة فأنت إنسان. إيمان تناولنا القصة ديالها من الأول، عشنا معها كما كنقولوا الحارة والحلوة، كل ما يفرح كل ما هو مفرح عشنا معها، كل ما هو محزن عشنا معها. من أصعب الأشياء إيمان 26 سنة في الأخير قبل وفاة الأم تتفاجأ بسر اللي هو أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، صعوبة الموضوع، دخول ناس جداد في الموضوع اللي كيقلبوا على بناتهم، يعني عشنا معها قصة كبيرة صراحة. الاستوار ديال إيمان من القصص التي والله أعلم لا يمكن أن ننساها يوما ما. مشاهدينا الكرام، الفيديو الأخير وضعناه، الشكر الجزيل للمغاربة توصلوا مع إيمان وسوها في الظرفية الراهنة وجهوها في المغرب وخارج المغرب، وهنا نشيد بحرارة الجالية المغربية اللي تاهما كيديروا مجهود رغم البعد رغم إكراهات رغم ظروف، ولكن كلهم بالقلب ديالهم مع إيمان. الجديد في الموضوع هو من بعد الفيديو الأم البيولوجية كتربط الاتصال بإيمان، شنو دار بيناتهم، شنو الجديد، تبعوا معايا. إيمان مغاربة وساوك، كل شيء تكلم معاك تحسي بواحد الانتعاش، الحمد لله هذا فضل من الله وانت محبوبة الجماهير. من موراها اتصلت بك فاتحة، شنو النقاش اللي دار بيناتكم؟ أول حاجة أنا بغيت نشكر المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب اللي وساوني، اللي كعيطوا لي ولاو هما كيبكيو في بلاصتي أنايا، كتقول لك منا كتعيط لك أم أو لا كتعيط لك بنت كتقول لك اعتبريني أخت ديالك، او لا مرة كتقول لك اعتبريني انا انت هي بنتي وانا الام ديالك. كنقول لهم شكرا وشكرا بزاف اللي هما قالوا لي ايمان توعدينا انك ما عمرك ما غتبقايش تبكي، حيت ما كنبغوش نشوفك كتبكي. وانا كنقول لهم شكرا وشكرا لهم بزاف. من بعد الفيديو اللي كنا درت معاكم من وراها عيطت لي الام ديالي البيولوجيه فاتحه، اتصلت بيا سولتني قالت لي كي دايره لاباس، بقينا كندويو واحد شويه فحال بقينا كندويو، وهي تقول لي ايمان، قلت لها نعم، قالت لي الحاجه الوحيده اللي بغيت نقول لك بغيتك تعطيني فرصه، وكتبكي قالت لي بغيتك تعطيني فرصه. قلت لها شنو هي هاد الفرصه بغيتيني نعطيك، قالت لي انني ان شاء الله من وراء رمضان وغادي نتلاقاو انا وياك. عطيني من وراء رمضان، قالت لي بربع ايام بخمس ايام، قالت لي انا غادي نكون انا غادي نتلاقى انا وياك. انا قلت لها علاش، قلت لها زعما، قلت لها علاش زعما تالي فوت رمضان، قلت لها مديري وقيت وجيت جيها عندي قبل من رمضان، قالت لي لا ما نقدرش، قالت لي ما نقدرش، قالت لي الاسباب الظروف ديالي وسميتو، قالت لي ما نقدرش انني نجي. بقات كتبكي، قلت لها انا، قلت لها شوفي انا ماشي كنهضر معاك انا دابا باش انك تبكي اولا باش انك سميتو، قلت لها واخا غادي سميتو غادي نبقى انا وياك زعما، قالت لي غادي نبقى تبقى تدوي معايا وسميتو، قالت لي تيفوت رمضان ونطلق انا وياك، قلت لها اها، قلت لها واخا مرحبا، قلت لها مرحبا غنتلاقاو انا وياك. وواحد السؤال سولتها، قلت لها واش، قلت لها علاش، قلت لها انت متاكده بانني بنتك، قالت لي اه متاكده ومتاكده مزيان، قلت لها ومن انت متاكده، قلت لها علاش، قلت لها واش عرفتي، قلت لها قلتي لي واحد الحاجه، قالت لي شنو، قلت لها قلتي لي التحاليل ديال لا ديان، قلت لها علاش، قلت لها من انت متاكده علاش زعما طلبتي مني هاد التحاليل، قالت لي بغيتك باش تكوني انت مرتاحه، باش تكوني مرتاحه زعما باش زعما تقولي راها هي هذه الام ديالي. قلت لها انايا، قلت لها والله، قلت لها انا ما كنتش دايره في بالي انني غادي ندير معك التحاليل ديال لا ديان، وانا نقول لها ولكن دابا، قلت لها من انت طلبتي انت، انا قلت لها غادي نطلبهم منك انت، انا غادي نديرهم، قالت لي اه مرحبا، قالت لي صافي، قالت لي غادي، قالت لي ان شاء الله من وراء رمضان، قالت لي غنديرهم. وهي تقول لي حتى انا، قالت لي عندي لك واحد بحال واحد الشرط، قلت لها شنو، وهي تقول لي غتحبسي من هذا الشيء، ما تبقايش تطلعي، ما تبقايش تطلعي. وانا نقول لها شوفي، قلت لها حتى لهنا غادي نقدر انني ندير لك على بزاف د الحوايج، ولكن حتى لهنا، قلت لها لا، قالت لي علاش، قلت لها لا، قلت لها ما نقدرش انني نحبس
وما نقدرش انني ما نطلعش وما نديرش الفيديوهات. قلت لها حيت علاش؟ قالت لي سولتني قالت لي علاش؟ قلت لها حيت نهار اللي كنت محتاجه الناس، ونهار قلت لها اللي طحت، ونهار اللي كنت باكيه، ونهار اللي كنت بزاف الحوايج، قلت لها لقيت المغاربه في جنبي، قلت لها داخل المغرب وخارج المغرب، قلت له هذوك الناس اللي انتي خايفه منهم، هذوك الصحافه قلت لها انتي اللي خايفه منهم، قلت لها ما تخافيش منهم بالعكس، قلت لها ما تخافيش من هذوك الناس، قلت لها هذوك الناس قلت لها عارفين عليك بزاف، عارفين بزاف الحوايج، قلت لهم عمرهم ما جبدوهم، عمرهم قلت لها ما قالوهم معمرنا ما قلناهم في الفيديو اولا قالوهم هما. قلت لها داكشي علاش؟ قلت لها ما تقوليش ليا انني غنحبس، قلت لها حيت قلت لها الفضل المغاربه وفضلهم هما وفضل الله سبحانه وتعالى، قلت لها انا وصلت لك وانني لقيتك وكنهضر معاك، قلت لها اما باش تقولي لي الفيديوهات؟ قلت لها لا. وفي الاخر تقول لي صافي، قالت لي منا عارفين عليا ومامنين زعما وكتبكي، قالت لي حيت قالت لي ما باغاش يتجبد لي صداع. قلت لها حنا ماشي قلت لها كنقلبوا على الصداع، قلت لها حنا ماشي كنقلبوا على شي على المشاكل، قلت لها حنا كنقلبوا غير على الحقيقه، قلت لها هذا الشيء اللي بغينا نعرفه، قلت لها اما دوك الناس قلت لها غير ارتاحي من جهتهم، راه حتى واحد ما غياديك، قلت لها حتى واحد ما غادي اديك، حتى واحد ما غادي يدير لك شي حاجه اللي غادي تقلقك اولا سميتو، قلت لها كوني هانيه. عاد في الاخر تقول لي صافي، قالت لي ديري اللي بغيتي. هذه المكالمه بينك وبينها اللي كيهمني انا، طمأنتي شيئا ما؟ حسيتي شي احساس اخر؟ اعطيني الخلاصه يعني في لغه الاحساس، قلتي لينا اشنو دار بيناتكم، دابا بغي نشوفك انتي حيت الاحساس ما تيكذبش، شنو حسيتي ملي دوات معاك؟ انا ما نكذبش، انا في المكالمه اللي دوات معايا قبل تقلقت بزاف منها، ولكن من دوات معايا بواحد الطريقه اللي كنت كنتمنها تهضر معايا من الاول بها، ارتاحيت من دوات معايا وديك الطريقه، وارتاحيت من الناس من قالت لي بنتي وهي تقول لي وكتبكي وقالت لي كون عندي العقل ديال دابا ما نعطكش، قالت لي والله ما نعطك، وقالت لي حتى دابا قالت لي ما تدابا قالت لي غادي تكون شي حاجه انا وياك، قلت لها شوفي، قلت لها انا ما باغا حتى شي حاجه، قلت لها شي انا راه باغا غير نعرفك، نعرف الحقيقه وسميتو. قالت لي شوفي، قالت لي على زعما بحال اللي كتقول على زعما قلتي هذا السميت، قالت لي لا غتبقى بيني وبينك تواصل، غتعرفي بزاف د الحوايج، وهي تقول لي وكنتمنى نهار اللي نتلاقى انا وياك ونعاود لك الحقيقه وتيقيني. قلت لها علاش اللي ما غنتيقكش؟ قلت لها بالعكس، قلت لها غادي نتيقك، قلت لها كنت كتهضري، قلت ليها كيف ما دابا، قلت لها كون من كتهضري معايا بصدق، قلت لها غادي نتيقك، وكنتمنى انها تعاود ليا الحقيقه من الاول حتى الاخر، وكيف ما قلتي ليا واش ارتاحيت. هذا هو اللي بغينا غنشوف معاك جانب ثاني. اليوم كان عندك اللقاء مع طبيب مختص في المعاناة ديالك، التشخيص الاخير الطبي اللي قال لك شنو اللي محتاجه، شنو لان الامنيه ديالنا انك تولي تمشي بحالنا بحالك، شنو قال لك الطبيب بدقه؟ الطبيب اللي كان عندي اليوم معاه ومشيت حتى لعنده شافني، قال لي واش ما عندكش راديوات، واش ما عندكش تحاليل، حيت انا كاع الراديوات كي منا كنديرهم كيشدوهم لي في البلاصه اللي كنت كندوز فيها، يعني ما عندي حتى شي حاجه. قلت ليه ما عنديش، قلب لي رجلي، قال لي ايمان، قال لي رجلك مبلوكيه بزاف، قال لي ماشي غير رجلك من الورك ديالك كلشي، قال لي كلشي العصب ديالك مشكرفين مبلوكين، قال لي شوفي، قال لي المهم، قال لي غادي يكون النتيجه، ولكن قال لي قال لي سميتو ان داكشي اللي غادي نديرو طويل وطويل بزاف، قال لي ماشي غير اجي ونقدروا نديرو لك لابا لوبيراسيون سميتو، قال لي هي كاينه، قال لي ولكن تطلب وقت، قال لي حيت بزاف، قال لي عندك بزاف المشاكل اللي عندك اللي خاصهم حتى يتعالجوا عاد باش نشوفوا ان العمليه. شنو اللي طلب منك دابا؟ اللي طلب مني دابا من بغيت نخرج، قال لي عندك جوج راديوات غديريهم، من مشيت بغيت نديرهم لقيتهم غاليين. شحال المبلغ ديالو؟ واحد قال لي ب 10، واحد ب 14 ب 4000 ريال. 10 اش؟ واش 10000 ريال؟ 10000 ريال، واحد ب 10000 ريال، واحد ب 4000 ريال. وانا ما عنديش هاد.
ما عنديش واش انني نديرهم. هادو ملي طلب لك الطبيب دابا باش يكمل معاك؟ دابا قال لي ودي لهم في اقرب وقت، قال لي ما تطوليش بزاف، قال لي باش نبدا، وقال لي في هذا الشيء ديالك سميتو، قال لي حيت هذا الشيء اللي عندك داير بزاف، قال لي ولكن قال لي كنتمنى، وقال لي يكون خير. غادي ديري هاد الراديوات بجهد الله عز وجل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا خبر جديد، صار اتصال هاتفي بين فاتحة وإيمان، تحليل في الموضوع. سمعنا إيمان هي تتكلم بشكل تلقائي حول ما دار بينه وبين فاتحة، بينه وبين فاتحة. هذا الكلام اللي قالت إيمان صحيح لأن سمعته كامل، والأكثر من ذلك أنه إيمان لها من الذكاء الحمد لله ومن الجرأة ما يكفي، أعطت واحد المقاربة للأم، قالت لها اللي كتقول لي حبسي أصعب الأشياء، لأن عندي واحد صلة تواصل مع المغاربة، وهنا غنحلوا في الموضوع بشكل منطقي. الأهم والمهم والأقل أهمية، الأهم هو من له الفضل الله عز وجل والدعم القوي للمغاربة باش وصلوا لعندك. هذا أولا، لأنه الهدف الأسمى في الموضوع هو هذه البنية تشوف الأم ديالها وتعرف الإخوة ديالي لكتابه، وهذا أهم الأشياء. صلة الوصل بين إيمان والمغاربة لا يمكن أنه يكون لها الحد يوما ما إلا بإذن الله عز وجل، لأنه إيمان لا علاقة طيبة بالمغاربة. تبعوا القصة ديالها من الأول حتى الأخر، كل شيء تيبكي، كل شيء تيتألم، رجال هما خوتها ووالديها، النساء كذلك، الكل يتفاعل مع قصة إيمان. الدور اللي عندك في الموضوع معها هو صلة الوصل، وتروي لها القصة إلا بغيتي، هادشي تيخصك معها باش هاد البنية تطمئن. هذا جانب. هناك جانب ثاني لا يتعلق بعلاقتك بها، هو الجانب الصحي اللي عدد كبير من المغاربة متبعينه. مشاهدينا الكرام، إيمان دوزت مجموعة من الإجراءات الطبية مع مجموعة من المؤسسات في الموضوع، وهنا كتب لها طبيب معروف الدار البيضاء مختص في مثل هاد الإشكاليات اللي مطروحين في الوضع الصحي ديال إيمان. له تجربة واسعة ومتمكن بشهادة الجميع، هو الآن الذي يشخص الوضع الصحي ديالها. طلب منا راديوات، طلب منا مجموعة من الأمور، دورنا أرجوكم أننا نساعد إيمان في الظرفية الحالية. إيمان ما تتمشيش، ما خفية كان أعظم، والأكثر من ذلك سوف يكون لي إن شاء الله بعد الفيديو، غادي تشوفوا معي الفيديو الجاي مع الأم ديالها اللي كاينه الآن اللي كنعتبروها الأم، اللي هي حبيبة، هي الخالة ديالها. غتروي معايا حقائق لأول مرة غتنشر. حبيبة غادي نعطي نبدة، عندها وليدات وعندها ولاد ولادها، مخليهم كاملين وكترعى إيمان. مشاهدينا الكرام، تبعوا معايا الحوار لأول مرة، فيه معطيات لأول مرة غادي نشوفوا مع حبيبة. حبيبة هي السر ديال إيمان، تبعوا معايا.